حدثني بيان بن عمرو حدثنا النضر أخبرنا ابن عون عن مجاهد انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كاف راء قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فأنظروا إلي صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبه كاني انظر اليه انحدر في الوادي